هذا الاداء المتميز في هذا الشوط، شوط الجعادين، الشوط الاول الشلفه مع هجن الشحانيه، شوط الجعادين الخنجر مع هجن الرياسه، وهناك رمزين، وهنا زميلي محمد بن بريك المري ينتظر دوره لتعليقه على هذا الرمز القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سالم بن سعيد بن حضيرم وسعد بن متلع. بسم الله وعلى بركه الله، انطلق الشوط الثالث والشلفة الذهبية للعمانيات، وما زالت أشواط الرموز تتواصل هنا في هذا المساء الجميل، في هذا المساء المثير، في هذا المساء المليء بالحماس والقوة والندية والإثارة. شاهدنا شوط الشلفة المفتوح وحضور هجن الشحانية وأيضا احتلالها للأربعة المراكز الأولى، فتهانينا والناموس للمقام السامي لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى داعم هذه الرياضة العربية الأصيلة، وتهانينا لمشجعين العناب والأدعم في كل مكان. وحضرت هجن الرئاسة في شوطنا الثاني في الشوط المفتوح، فتهانينا أيضا لهجن الرئاسة ومشجعينها والمضمر المجازف محمد بن زيتون المهيري. انطلق الشوط الثالث والشلفة الذهبية للعمانيات، وهذا الرمز الغالي أين يتجه في هذا المساء وفي هذا الشوط؟ حضور من المؤسسات العملاقة وتواجد من كل الشعارات. مقدمة الشوط مزون على المركز الأول من هجن الشحانية، يقودها في التضمير سلطان بن محمد الوهيبي. ننتقل إلى المركز الثاني، ومن تتقدم هجن العاصفة تصل المذعنة على المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. دور المركز الثالث، ومن تتقدم فوز تتقدم من هجن الشحانية العملاقة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، بينما المركز الرابع اللي تتقدم إلى المركز الثاني الغالية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود المضمر سعد بن طالب بن شريم، تتسلل إلى المركز الثالث المركز الرابع، ومن تصل شعار هجن العاصفة أيضا يصل ويتقدم مع بسملة من هجن العاصفة غياث الهلالي في التضمير. دخول من الدوحة اللي انتقلت من الخامس إلى الرابع من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. عودتنا إلى مقدمة الشوط، مزون 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 الخير، هذا هو شعار هجن الشحانية، شعار الشامخة. من خطفت الشوط المفتوح أقوى أشواط الذهب في مساء هذا اليوم بقيادة الحوت والمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني المذعنة من هجن العاصفة غيوث الهلالي في التضمير. المركز الثالث الغالية تصل بشعار بسم الله عليك، يصل شعار أبناء المملكة، الشعار الملكي، شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود والمضمر الثاقب سعد بن طالب بن شريم. الله، الدوحة تتسلل من هجن الشحانية مع سالم بن فاران. ونذكر السادة المتابعين والمضمرين بأن التتويج بعد نهاية أشواط الرموز بعد الشوط القادم سيكون التتويج بإذن الله تعالى بعد الشوط الرابع، شوط رمز القعدان العمانيات والخنجر الذهبي، سنتوجه إلى التتويج هناك وحضور أصحاب السمو والشيوخ. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى مجريات شوط الشلفة الذهبي، التسلل من المذعنة هجن العاصفة مع غياث الهلالي. الله يا العاصفة، الله يا العاصفة، يا هذا الشعار يحضر مع المؤسسات العملاقة، مؤسسة هجن الشحانية، مؤسسة هجن العاصفة، مؤسسة هجن الرياسة، شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. شعارات لها ثقلها في الميادين، لها حضورها في المهرجانات الكبيرة. كيلو وين عن خط النهاية، كيلو وين، وما زالت مذعنة على مقدمة الشوط، بينما تسلل في هذه اللحظات من قبل مزون. أمطري يا مزون الخير، أمطري يا مزون الخير على جماهير الشحانية، على عزبة الشحانية. الله يا مزون، الله يا مزون، سلطان الوهيبي العملاق الوهيبي يتابع مزون في هذا المهرجان، في هذا المحتفل. المركز الثاني
المذعنة تبغي الشلفة، تتسلل المذعنة إلى المركز الأول، هجن العاصفة غياث الهلالي. المركز الثالث وصلت الغالية بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود سعد بن طالب بن شريم، يحضر بشعار بسم الله عليك في هذا المساء، كيلو ونصف الكيلو يا مضمرين يا سلام. الشلفة تلمع وعيون الجماهير تدمع، والله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع. إذن شوط للشحانية وشوط لهجن الرئاسة، هذا الشوط إلى أين يتجه؟ الله، انطلقت الغالية أبناء المملكة العربية السعودية مع المركز الثاني مع الشعار الأخضر الشعار الملكي، قادمة بقوة. ولكن نعود إلى المذعنة على المركز الأول، هجن العاصفة وهجن المملكة وهجن قطر وهجن أيضا الإمارات. الله، يهو شوط هذا الشوط، المذعنة على المركز الأول، الغالية على المركز الثاني. الله، سعودي هذا الشوط أم إماراتي أم قطري؟ أين يتجه الشوط حتى اللحظات؟ العاصفة مع المركز الأول، المذعنة مع المركز الأول، مع صدارة الشوط المذعنة هجن العاصفة بهذا الحضور المشرف، حضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. هجن العاصفة تقدم ممتاز، بينما الغالية على المركز الثاني، هجن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، يصل شعار الشامخة يا مضمرين، يصل شعار الشامخة مع مواصيل، روح يا العطية روح. ولكن المذعنة إلى دبي هذا الشوط، إلى دبي، الله يا الإمارات، إلى الإمارات. على ما يبدو أبناء المملكة يحاولون، الغالية يا سلام، ومواصيل مع الشحانية، ولكن غياث الهلالي هجل أيضا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. العاصفة الشلفة مع هجن العاصفة. الله يا الشلفة، سلام يا العاصفة، سلام، تهانينا والناموس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى هجن العاصفة وإلى غياث الهلالي. المركز الثاني، الغالية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. المركز الثالث مواصيل من أجل الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الرابع بسملة من أجل العاصفة مع غياث الهلالي. المركز الخامس الجساسية من أجل الشحانية مع سلطان بن محمد الوهيبي. إذن تهانينا القلبية لمقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مالكي هجن العاصفة، يتلقى التهاني في هذه اللحظات من سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، ومن أيضا من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وأيضا من سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، ومن أصحاب السمو والشيوخ والأمراء الحاضرين معنا في هذا المحتفل وفي هذا الكرنفال الكبير. فتهانينا والناموس. إذن المؤسسات العملاقة تقاسمت الرموز حتى شوطنا الثالث، وإذن الشوط المفتوح ذهب مع هجن الشحانية للبكار، وشوط القعدان ذهب مع العاصفة، وشوط شلفة العمانية ذهبت مع العاصفة، بينما القعدان ذهب مع الرئاسة. وهذا هو ملخص الشوط والتوقيت الزمني. لحظة وصول المذعنة 7:18 و9 أجزاء من الثانية أو 6 أجزاء من الثانية، بينما تهانينا والناموس لهجن العاصفة وإلى غياث الهلالي. المركز الثاني الغالية 7:19 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والتهاني موصولة للمضمر سعد بن طالب بن شريم. المركز الثالث مواصيل 7:19 9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس أيضا لهجن الشحانية وللمضمر المشاغب.